هيدا جيلنا، فيك تحب بلا ذهب وترتاح بلا أوتيلات خمس نجوم. العشاء ما بده طاولة، والظهرة ما بده حلاق. مش عايز شركة كبيرة لتفرج مواهبك، وما ضروري يكون عندك حجز لتقضي أحلى سهرة. ما بدك كتير لتأسس لبكرة، مهم تبلش مع حساب سبرينج من بنك عودة. من القليل بتحقق الكتير. قطاع الإعلانات على الموبايل عم يشهد نمو هائل، والفضل لجهود جوجل وفيسبوك. مع تحول المستهلك للسمارت فونز والتابلتس وابتعاده عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية والتقليدية، عم ينتقل سوق الإعلانات على الموبايل أيضاً. فسجلت نفقات الإعلانات على الأجهزة المحمولة ارتفاع بنسبة 105% بال2013 لتتعدى 18 مليار دولار، كما أعلنت مجموعة إي ماركتر. ومن المتوقع أنه يرتفع هالمجموع ب 75% بال2014 ليتخطى 31 مليار دولار، أي ربع إجمال النفقات الإعلانية على الإنترنت. والعملاقين جوجل وفيسبوك هن المهيمنين بسوق إعلانات الموبايل، حيث تملك جوجل 49% منها، وبعدها فيسبوك 17%، وتويتر بالمرتبة الثالثة مع 2.4%. وبحسب الدراسة، النمو الهائل بنفقات الإعلانات على الموبايل من المتوقع يوصل لل 95 مليار دولار بال 2018، إلا أن وتيرة النمو السنوية رح تشهد تباطؤ مع الوقت، والسبب بيعود لصعود أنواع جديدة من الإيرادات مثل تطبيقات الألعاب يلي بتتطلب شراء ميزات خاصة أو إكسترا فيتشرز. ومننتقل هلأ لصفحة رياضية.